هنشرح دلوقتي توبيك الاريزميا. والاريزميا من التوبيكات شويه صعبه في فهمها انما سهله جدا في الامتحان، يعني من اسهل اسئله الامتحان اللي تيجي هي الاسئله اللي على الاريزميا، بيجي مباشر قوي ومتفكرش حتى ذره التفكير الاجابه الصح ايه، انت بتنزل تختارها لوحدك. اولا لازم تبقى عارف ان في فور مين ستراكشرز في الهارت، هم دول المسؤولين عن نقل الكهربيه جوه الهارت. مين هم الستراكشرز دول؟ الساينو اتريال نود، الاي في نود، البندلز اوف هس، والبركنجي فايبرز. تمام، الساينو اتريال نود دي الوحيده اللي فيهم اللي تعتبر هي اللي بتجنريت الامبولس، يعني هي مصدر الفايرنج بتاع الامبولس. الباقيين دول كلهم ليتنت، يعني الاي في نود ليتنت، البندلز اوف هس latent، والبركنجي فايبرز برضو latent، مجرد بس مستقبلين للفايرنج اللي جاي لهم من الساينو اتريال نود وبيوصلوه للفنتريكلز وللاتريا عشان يعملوا contractions. تمام، اولا قبل ما تعالج الاريزميا لازم تبص على التشيك ليست دي، لان ممكن يكون في سبب اخر في الهارت هو اللي مسبب لك اعراض الاريزميا. لو شلت السبب دوت هتتحل المشكله اللي انت شايفها. زي ايه مثلا؟ زي الكترولايتس، زي ما قلنا في الالكترولايتس لما يكون مثلا البوتاسيوم اعلى من 4 او اقل من 5 سواء هايبو او هايبر، يعني المغنيزيوم لما بيحصل هايبر مغنيزيميا، كل ده ممكن يسبب لك اعراض شبيهه للاريزميا وانت تبتدي تعالج في الاريزميا بس الكوز موجود. عشان كده لو صلحت الالكترولايتس دي واول حاجه تعمل لها تشيك طبعا وتصلحها، هتلاقي ان الاريزميا ريزولفد لوحدها. وهكذا برضو ممكن يكون في اي سي جي تشينجز مثلا نتيجه لاسكيميا او مايوكارديال انفاركشن، فانت لازم تعمل اكسكلوجن للكلام ده قبل ما تحط ايدك على اي دراج انتي اريزميك وتقرر انت تديه للعيان. لازم تتشك الليست دي اولا وتستبعد الكلام ده ان يكون عند العيان. تمام، لو هو بياخد دراجز بتنديوز مثلا الكيو تي برولونجيشن او مثلا بتزود البي ار انترفال وهكذا، بتشيل الكوزيتيف دراجز دي بالذات الانتي سايكوتكس والانتي اريزميكس والانتي ديبريسنس، الحاجات دي بتزود الكيو تي جدا، خاصه مثلا دواء زي الهالوبريدول. ساعات بيجي العيانين اللي في الاي سي يو حاجه اسمها اي سي يو ريليتد سايكوزز، يعني مجرد بس دخول الاي سي يو جاب له سايكوزز، بس لما بيطلع بيبقى السايكوزز دي ريزولفد وبتستمرش معاه، هي مجرد بس ان هو مذعور من الاي سي يو، وعشان كده بيدوا له هالوبريدول. الهالوبريدول ده نفسه هو اللي ممكن، يعني هو كانتي سايكوتيك يعني ممكن يكون سبب الكيو تي برولونجيشن. فانت لما تشيل الكوز دوت بتلاقي ان الاريزميا ريزولفد لوحدها. وهكذا لو العيان عنده برادي كارديا او اي في بلوك، ممكن تشك في ادويه ممكن تكون السبب في ده زي البيتا بلوكرز مثلا، زي الكارديو، زي السي سي بي اللي هي الكالسيوم شانل بلوكرز، خاصه النوع منها الكارديو اللي هو النون داي هيدروبايريدين زي الدلتيازام والفيرابام، لان هما بياكتوا على الهارت مباشره وعشان كده ممكن يدخلوا العيان في اي في بلوك. وكذلك برضو الديجوكسين، هتشوف الادويه دي برضو هي اللي هتتحكم في الريت بعد كده بس لما نشرح قدام شويه. هما بيقللوا الهارت ريت، فبالتالي لو قللوه بالزياده بيدخلوا عيان في اي في بلوك. فعشان كده الحل ان انت لو شايف ان العيان في اي في بلوك بياخد الادويه دي لازم توقفها فورا وتدي الانتي دوت بتاعها. تمام، خليك عارف ان كلاسز بتاعه الانتي اريزميكس كلاس 1 وكلاس 3 يعتبروا بيستخدموا في الريزم كنترول مينلي، اما كلاس 2 وكلاس 4 مستخدمين في الهارت ريت كنترول مينلي. تمام، احنا مش هنشرح غير كلاس 1 وكلاس 3 دلوقتي، انما كلاس 2 وكلاس 4 هنشرحهم لما نشرح الريت كنترول. تمام، اولا كلاس 1 اسمها صوديوم شانل بلوكرز، والصوديوم شانل بلوكرز دول مقسمينهم تقسيمه تانية، وكلاس 1A وكلاس 1B وكلاس 1C. احنا هناخد الادويه باختصار، الحقيقه هو ما سالش قوي عن حته الادويه دي بس انتوا لازم تاخدوها، لكن لو تيجي تعرف ايه الاسئله اللي تسال عنها بجد، يعني مثلا دواء زي الاميودارون طبعا مالي الامتحان، الدوفيتيلايد ودروني دارون، دول اهم ثلاثه، باقي الادويه يعني ما تدققش قوي. يعني اولا الصوديوم شانل بلوكرز هنبتدي بيهم، اول كلاس فيها هي ال1A، ال1A اكزامبل عليها الكينيدين والبروكيناميد والديسوبيراميد. تمام، اولا هناخد الكينيدين، الكينيدين ده موجود في شكل اورال بس، اي حاجه تلاقيها اورال بس هتلاقي ان هي استخدامها في المينتنانس فقط وما تنفعش في الكونفرجن. يعني ايه؟ يعني تنفع في الامبيولاتري بيشنتس اللي قاعدين في البيت وعايزين بس تمنتين الكيس بتاعتهم بحيث ان هي تبقى ستابيلايزد وهم في البيت، لكن ما ينفعش يستخدم في الامرجنسي كيس، مش بنستخدم اي حاجه اورال في الامرجنسي كيس. ودي اكزامبلز عليها هنقولها دلوقتي، يعني مثلا حاجه زي الكينيدين والفليكينامايد، الحاجات دي كلها اورال، هتلاقي دايما ان هي طالما اورال
مش هنستخدمها في الكونفرجن، هتبقى فقط مينتنس. اذا الكينيدين بما انه اورال هستخدمه في الاي اف مينتنس بس. بيقولك ان هو مش بيستخدم في الكونفرجن لسبب تاني، ان هو بيعمل جي اي تي سيمتومز، وعشان كده يعني مش انا مدي عيان في الاي سي يو حاجه اورال وتعمله نوزيا وفوميتنج وهو اصلا مش ناقص، ده هو عايز يعمل اي اف كونفرجن بسرعه لان دي ايمرجنسي كيس. فبالتالي الكينيدين نوت سوتبل خالص ان هو يعمل كونفرجن فقط مينتنس نتيجه الجي اي تي سايد افكتس زائد ان هو اورال. مشهور ان الكينيدين بيعمل سينكونيزم، سايد افكت مشهور عليه ان هو بيعمل سينكونيزم نتيجه ان هو مستخرج من السنكونا بارك، والسنكونا بارك معروف ان هو بيسبب السايد افكت دوت. سينكونيزم ده نوع من التوكسيسيتي بيعمل لي سي ان اس سايد افكتس، تمام؟ زائد ان هو بيعمل تروسادو بوا في خلال اول 72 ساعة من اعطاء الكينيدين، عشان كده لازم تمونيتور الاي سي جي كويس جدا في خلال اول 3 ايام من الكينيدين ادمنستريشن. تاني دواء البروكيناميد، بروكيناميد ادفيرس ايفكت مهم عليه ان هو بيعمل ليوبس لايك سيندروم، ده يعتبر انفلاميشن بيحصل في اورجانز كتير خاصه الجوينتس، يعني هو جنرالايزد انفلاميشن في الجسم كله خاصه بيضرب الجوينتس، ده اللي بيعمله البروكيناميد. زائد ان هو بيتسبب في هايبوتنشن، وعلشان كده ما ينفعش تعمل رابيد اي في بولس من البروكيناميد، لازم يتاخد بريد بطيء. بيدخل برضو في تروساتوبوا زي الكينيدين بالظبط. البروكيناميد لازم تعمل ادجستمنت في الهيباتيك والرينال امبيرمنت، ليه؟ لان هو ليه ميتابولايت مشهور اسمه النابا ميتابولايت، بيحصل له اكيوميليشن في الكيدني، وعشان كده لازم تعمل ادجستمنت سواء كيدني او هيباتيك ديسفانكشن هتعمل ادجستمنت. الانديكيشنز بما ان البروكيناميد اي في واحنا قلنا ان احنا هنديه ببطء، اذا ينفع في الكونفرجن سواء الكونفرجن دوت كان اي اف كونفرجن او في تي كونفرجن، وبينفع كمان في المينتنس بس المينتنس بتاع الفي تي، انما في الاي اف مش مفضل ان انا استخدمه كمينتنس لانه عيان تعتبر حالته ابسط شويه من حاله الفي تي وهياخد حاجه اورال افضل له ان هو ياخد يتشكشك يعني وهو مجرد بس مينتنس للاي اف. اذا البروكيناميد بيستخدم في الاي اف كونفرجن وفي الفي تي كونفرجن نتيجه ان هو اي في، ومستخدم مجازا في الفي تي مينتنس على اساس ان هي سيفير كيس واقدر ان انا استخدم فيها حاجات اي في لفتره طويله لان هو حالته ممكن ما تبقاش مانجد غير على البروكيناميد يعني، تمام. الديسوبيراميد، الديسوبيراميد ده يعتبر ليه نيجاتيف انتروبيك اكتيفيتي وليه انتي كولينرجيك اكتيفيتي، وعشان كده الحاجه اللي تلاقيها ليها نيجاتيف انتروبيك اكتيفيتي اعتبرها ان هي مشابهه للبيتا بلوكرز، والبيتا بلوكرز ممكن تدخل العيان في اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير، زائد ان هي ممنوعه ان هي تتاخد لو العيان هيمودايناميكالي انستابل. نفس الكلام اعرفه على الديسوبيراميد، ممكن يعمل اندكشن للاي دي اتش اف، زائد ان هو ممنوع تماما لعيانين الاي دي اتش اف ان هم يعملوا ستارتنج للديسوبيراميد، زائد لو حد عنده كونجنتال لونج كيو تي سيندروم. يعني ايه؟ يعني لان هو بيعلي الكيو تي انترفال بيعمل برولونجيشن للكيو تي، عشان كده لو حد عنده كونجنتال لونج كيو تي سيندروم يعني هو عنده حاجة تعتبر وراثية من الكيو تي برولونجيشن مينفعش ياخد الديسوبيراميد، زائد ان هو كونترا انديكيتد في حالات السكند والثيرد ديجري اي في بلوك. سايد افكتس بتاعته زي ما قلنا ليه انتي كولينرجيك سايد افكتس وليه نيجاتيف انوتروبيك سايد افكت، وعشان كده ممنوع ان حد عنده اي دي اتش اف ان هو يستارت الديسوبيراميد. بيستخدم في ايه؟ في الكونفرجن والمينتنس بتاع الاي اف فقط وملوش دعوه بالفي اف خالص، تمام. نيجي للكاتيجوري اللي بعديها وهي ال1 بي، والكاتيجوري دي اعرف ان هي بتعدي البلاد برين بارير وعشان كده بتتسبب لي في سي ان اس سايد افكتس. اولهم الليدوكين، والليدوكين اعرف ان هو سكند لاين للاميودارون، يعني لو لقيت ان الاميودارون مش نافع لاي سبب من الاسباب بتقلب على الليدوكين، دي تعتبر اهم ميزه في الليدوكاين. طبعا زي ما قلنا بيعدي البلاد برين بارير وعشان كده بيعمل لي سي ان اس سايد افكتس باشكالها بقى نمبنس سيجرز كونفيوجن بلاري فيجن تينيتس كل ده. كونترا انديكيتد فور هارت بلوك، ده ليه؟ لانه بيقلل الهارت ريت، تمام. بيعمل لي دراج انتر اكشن مع الاميودارون، يعني دلوقتي عيان انا جربت معاه الاميودارون
لقيت ان هو مش جايب نتيجه لوحده، فعملت اد اون للليدوكين، فبالتالي بقى الاثنين في كومباينيشن. لاحظوا ان الاميودارون بيزود الكونسنتريشن بتاع الليدوكين في البلد، نتيجه ان الاميودارون اصلا سيب انهبيتور، فلما يجي يمسك في الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم للليدوكاين، فالليدوكاين بقى يسرح في الدم ويزيد الكونسنتريشن بتاعه، فيديني سايد افكت بتاع الليدوكاين تبقى اكساجيريتد يعني مبالغ فيها. واكتر سايد افكت مؤرق من الليدوكاين هي السي ان اس سايد افكتس، اللي هي بتبقى عباره عن كوزز. وعشان كده لما تدي كومباينيشن من الاميودارون والليدوكاين المفروض تقلل جرعه الليدوكاين علشان ما يسببلكش سايكوزز. دوت انديكيتد في ايه؟ زي ما هناخد في الاي سي ال اس، طبعا بيستخدم في البالس في تاك مينلي از الترناتيف للاميودارون. الدواء اللي بعده الميكسيليتين، ادفيرس دراج ايفنت بتاعته طبعا احنا قلنا ان كلهم بيعدوا البلاد برين بارير جروب دي، فاذا هتبقى السايد افكتس بتاعته مينلي على السي ان اس. كونترا انديكيتد في الثيرد ديجري هارت بلوك، لان هو بيقلل لي الهارت ريت زيه زي الليدوكاين. الانديكيشنز بتاعته بيستخدم في الفي تي مينتيننس فقط. ثالث كاتيجوري في الصوديوم شانل بلوكرز كاتيجوري 1 سي، كلهم كونترا انديكيتد في الهارت فيلير وفي العيانين اللي بوست ام اي، ليهم كلهم ليهم نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي، وبيأدوا ان العيان يجيله صادم كاردياك ديس. اول واحد الفليكينامايد ده موجود منه اورال فقط. الادفيرس ايفنتس بتاعته كلهم طبعا ليهم نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي، اذا هيتسبب ان هو ممكن يعمل اندكشن للاي دي اتش اف، زائد ان هو كونترا انديكيتد في الاي دي اتش اف نتيجه للنيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي بتاعته دي. دراج انتر اكشن بيزود الديجوكسين في البلد، وعشان كده لازم ادجست الديجوكسين دوز لو اديته مع الفليكينامايد. بيتاخد في الاي اف فقط سواء كونفرجن او مينتيننس. كونترا انديكيتد زي ما قلنا في الهارت فيلير والاي دي اتش اف، زائد ان هو كونترا انديكيتد في الكاد اللي هي البوست ام اي يعني، وفي الفالفيولار ديزيز. اي ديزيز بيتسبب لي في ستراكشرال هارت ديزيز سواء كان فالفيولار او ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، اي ستراكشرال هارت ديزيز ممنوع ان انت تدي تماما الفليكينامايد. تمام. الدواء اللي بعده البروبافينون. البروبافينون ليه بيتا اكتيفيتي، بيتا بلوكر اكتيفيتي، يعني يعتبر بيشتغل نفس الشغل البيتا بلوكرز، ليه نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي. زي ما قلنا المجموعه دي كلها اصلا ممنوعه في الهارت فيلير والبوست ام اي، وليها نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي وبتؤدي الى سادن كاردياك ديس. عشان كده هتلاقي ان الادفيرس افكتس ان هوت الاي دي اتش اف زائد البرونكوسبازم والبرادي كارديا، نتيجه ان هو شبه البيتا بلوكرز، فخلاص هيعمل نفس اللي بتعمله البيتا بلوكرز وبيؤدي الى هارت بلوك طبعا، لان هو بيقلل لي الهارت ريت. كونترا انديكيتد في حالات ايه؟ في حالات الكاد والمايوكارديال انفاركشن، زي ما قلنا بوست مايوكارديال انفاركشن المجموعه دي كلها ممنوعه فيها، زي ان هو كونترا انديكيتد لو عيان عنده ليفر ديزيز او اي ستراكشرال هارت ديزيز زي الفالفيولار ديزيزز. دراج انتر اكشن زي اللي فات بالظبط، بيعلي الديجوكسين والوارفرين كونسنتريشنز. الانديكيشن في الاي اف بس سواء كان اي اف مينتيننس او كونفرجن. البروبافينون دوت ليه تكنيك اسمه بيل بوكيت تكنيك. التكنيك دوت بيبقى مينلي علشان السادن اتاكس اوف اي اف، يعني لو حد عنده اي اف وجات له في البيت بننصحه ان هو ياخد بيل من البروبافينون بنفسه من غير ما يلجا ان هو يروح المستشفى. دي اسمها بيل ان بوكيت تكنيك. البيل ان بوكيت تكنيك دي مش لاي مرضى، لازم المريض يبقى ويل اديوكيتد كويس جدا ان هو ياخد جرعات محدده من الدواء، مش مثلا اول حبايه ما ريحتوش يروح واخد الثانيه في الثالثه في الرابعه، طبعا هيدخل نفسه في مشاكل كتير من البروبافينون، وعشان كده لازم يبقى ويل اديوكيتد بيشنت عشان استخدم معاه البيل ان بوكيت تكنيك. كده خلصنا الصوديوم شانل بلوكرز. الكلاس اللي بعديها هي كلاس 3 اللي هم البوتاسيوم شانل بلوكرز. اهم واحد فيهم طبعا تعرفه هو الاميودارون. الدوفيتيلايد بيسال عنه هو ودرونيدارون، بس اهم واحد على الاطلاق هو الاميودارون. اولا اول واحد هنبتديه هو الدوفيتيلايد، والدوفيتيلايد ده اورال فقط، وعشان كده هتستخدمه في المينتيننس وفي الكونفرجن فقط في الاي اف، انما مش في الفي اف خالص. دي يعتبر من الادويه القليله اللي تعتبر اورال وبتستخدم في الكونفرجن. طب ليه احنا عملنا العمله دي وهو اورال؟ ليه؟ لان هو السيف ان هو يتاخد في الهارت فيلير، وعشان كده دايما عيانين هارت فيلير الحاجات السيف بالنسبه لهم محدوده جدا، يعني بنستخدم معاهم ايه؟ يا اما اميودارون، يا اما دوفيتيلايد، يا اما ابيوتيلايد. تمام. عشان كده بما انه اورال انا تغاضيت عن قصه ان هو اورال وهيشتغل ببطء، واستخدمته في الكونفرجن لان هو سيف في الهارت فيلير. تمام. اهم حاجه ان هو لما يجي يتاخد لازم يبقى العيان يكون هوسبيتالايزد، لان هو في بدايه
ما العيان ما بياخده بيعلي الكيو تي ممكن كمان بتعلى عن 400، وعشان كده لازم اعمل له ويل مونيتورنج للاي سي جي بتاعه اثناء اول 5 جرعات من الدوفيتي لاين. الادفيرس ايفكتس بتاعته زي ما قلنا بيعلي الكيو تي، زي ان هو بيدخل عيان في تروسادو بوا وبيعمل دايريا. الدراج انتر اكشنز مع كل السي 3 اي 4 انهبيتورز يعني زي مثلا الاميودارول بيتفاعل مع اي رينالي اكسكريتد دراجز زي سايمتيدين، كيتوكونازول، الفيرابامل، ترايميسوبريم، البروكلوربيرازين والميجستيرون والهيدروكلوروثيازيد. كونترا انديكيتد لو العيان البيز لاين يعني هو بادئ كده داخل المستشفى بكيو تي معديه 440، طبعا مش هديله دواء هيعلي له كيو تي اكتر، تمام؟ زائد لو كريات كليرنس اقل من 20. الليميتيشنز دي مهمه قوي تعرفها في الدوفيتي لايد، لان هو يعتبر دواء مميز ويعتبر من الفيرست تشويسز في حالات الهارت فيلير، يعني هو والاميودارون والابيوتولايد مميزين لانهم بيستخدموا في الهارت فيلير. فلما يجي يقول لك ان هو كونترا انديكيتد ات كريات كليرنس اقل من 20، اعرف ان هي نقطه كيس، لان هو ممكن يجيب لك كيس كريات كليرنس بتاعه 15 وجايب لك الدوفيتي لايد في الاجابات وهو هارت فيلير بيشنت، طبعا هتستبعد الدوفيتي لايد لان هو كونترا انديكيتد ات كريات كليرنس اقل من 20. زي ما قلنا بيستخدم في الاي اف كونفرجن وفي المينتنس، مش بيستخدم في الفي اف نهائي. الابيوتولايد زي الدوفيتيلايد بس اي في، ده الاي في فيرجن منه، سيف زي الدوفيتيلايد في الهارت فيلير. ادفيرس ايفكتس بتاعته تقريبا زي الدوفيتيلايد بالظبط، روسادو بوا والهارت بلوك لانه هو بيقلل الهارت ريت. كونترا انديكيتد لو البيز لاين بتاع الكيو تي معدي 440 ومحتاج اي سي جي مونيتورنج اثناء الاربع ساعات اللي من بعد ما يعمل كارديو فيرجن، مستخدم بس في الاي اف كارديو فيرجن مش في الفي اف خالص. لو عيان مش نافع معاه الابيوتولايد نتيجه ان كيو تي مثلا معديه 440، ساعتها طبعا الاوبشن اللي قدامي بيكون الاميودارون، لان الاميودارون زي ما قلنا هو كينج الادويه كلها بتاعه الانتي اريزمكس، بينفع مع اي حاجه باستثناء طبعا الكونترا انديكيشن بتاعه الاميودارون هنقولها دلوقتي. انا بس بتكلم ان هو بينفع في اي حاجه، يعني بينفع في حاجه زي الهارت فيلير من الادويه المحدوده اللي بتنفع مع عيان الهارت فيلير وعنده اريزميا في نفس الوقت، تمام. السوتالول ده يعتبر من الادويه اللي هي تعتبر بيتا بلوكرز. السوتالول موجود منه اورال فورم بس، مش مستخدم في الكونفرجن خالص، مجرد مينتنس بس، سواء المينتنس كان اي اف او في تي. السوتالول بما انه ليه بيتا بلوكينج اكتيفيتي او نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي، من الادفيرس ايفكت بتاعته اوتوماتيك كده خليك عارف الحاجه اللي ليها نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي بتسبب الاستامبو دي، برادي كارديا، اي في بلوك، اي دي اتش اف اللي هي الكارديوجينيك شوك، يعني بيعمل ويزنج لان هو بيدخل عيان في تروسادو بوا في خلال اول 3 ايام من اخدانه، تمام. كونترا انديكيتد لو كيو تي معديه 440 او الكريات كليرنس اقل من 40. طبعا رقم 40 ده يعتبر رقم عالي بالنسبه للكريات كليرنس، يعني ازاي دواء مثلا يتمنع من كريات كليرنس 40؟ يعتبر من الحاجات الديس ادفانتجز بتاعه السوتالول، لان الليمت بتاعه يعتبر عالي نوعا ما. لازم العيان يبقى هوسبيتالايزد في اول ما ياخد السوتالول، خاصه في اول 5 جرعات زي الدوفيتيلايد بالظبط، لان هو بيزود الكيو تي برولونجيشن. زي ما قلنا هو مش ايفكتيف في الاي اف كونفرجن، مجرد اي اف مينتنس او في تي مينتنس، اي مينتنس يعني. الدواء اللي بعده هو دروني دارون، والدروني دارون ده يعتبر يعني فيرجن من الاميودارون بس معدل شويه. ليه؟ لان الاميودارون لاحظوا ان سايد افكتس معظمها بتكون بسبب الايودين مايتي اللي في الاميودارون، فلما جربوا يشيلوا الايودين مايتي دي طلع لهم دواء جديد اللي هو دروني دارون. دروني دارون ده يعتبر الهاف لايف بتاعته اقل شويه من الاميودارون، يعني الاميودارون الهاف لايف بتاعته 60 يوم، عشان كده لما بيحصل سايد افكت من الاميودارون عشان تيجي تمانج السايد افكت ده تقريبا بياخد 6 شهور، يعني 3 هاف لايفز من الاميودارون علشان تبتدي تتدارك السايد افكت اللي عمله الاميودارون. عشان كده طلعوا دروني دارون دوت الهاف لايف بتاعته اقل شويه من الاميودارون، بس لاحظوا ان هو عمل مشاكل اكتر من الاميودارون على عكس المتوقع. يعني من الادفيرس ايفكتس بتاعته ان هو بقى يزود الكاردياك مورتاليتي وبيعمل وورسنينج في الهارت فيلير وبيعمل كيو تي برولونجيشن، لان هو بقى ينزل البوتاسيوم والمغنيسيوم ممكن يتسبب في هيباتيك فيلير، وعشان كده يعتبر مش مفضل زي الاميودارون وما بينفعش في الهارت فيلير زي الاميودارون، يعني ما طلعش اللي هما منتظرينه منه. يعني من ضمن الدراج انتر اكشنز ان هو بيتفاعل مع الاميودارون نفسه، لان الاميودارون يعتبر سيب 3A4 انهبيتور. اي دراج بيعمل كيو تي برولونجيشن طبعا هيقول الاثنين مع بعض كده مش هينفعوا مع بعض، تحاول تختار دراجز يعني ما تبقاش بتعمل كيو تي برولونجيشن
تمشي مع بعضها. المفروض ان انت تختار دواء مثلا يعمل كيو تي برولونجيشن والتاني لا، تختارش دوايين الاثنين بيعملوا كيو تي برولونجيشن. بيتفاعل مع السيمفاستاتين زي الاميودارون، بيتفاعل مع التاكرولمس والسيرالمس والديجوكسين زي الاميودارون. كونترا انديكيتد لو الكيو تي معديه ال 500 او البي ار معديه ال 280، لان هو طبعا كونترا انديكيتد في الهارت فيلير والاي دي اتش اف والسيفير هيباتيك امبيرمنت زي ما قلنا، بيعلي الكاردياك مورتاليتي وبيعمل هيباتيك فيلير، بينزل الكترولايتس زي البوتاسيوم والمغنيزيوم وبيعمل كيو تي برولونجيشن. وعشان كده هتلاقي الكونترا انديكيشنز جايه من الادفيرس ايفكتس بالظبط، يعني لان هو كونترا انديكيتد في حالات السكند او الثيرد ديجري اي في بلوك، لان هو بيقلل الهارت ريت. انديكيتد في ايه؟ في الاي اف مينتيننس بس، وهتوقفه لو الكيو تي عليت عن 500، لان هو كونترا انديكيتد في حالات ان الكيو تي تبقى معديه ال 500. اخر دواء، اهم دواء في الانتي اريزمكس، هو الاميودارون. طبعا الاميودارون يعتبر من افضل الانتي اريزمكس. ليه؟ لان هو يعتبر اقلهم في الكيو تي برولونجيشن، في منه اورال في منه اي في، مش بيزود الكاردياك مورتاليتي، بينفع في عيانين هارت فيلير. مشكلته بس في الدراج دراج انتر اكشنز في الادفيرس ايفكتس، طبعا محتاج مونيتورنج كتير، بيسال عنه كتير قوي في الامتحان على فكره. اولا الادفيرس ايفكتس بتاعت الاميودارون مينلي نتيجه الايدين مايتي اللي فيه زي ما قلنا، على عكس دروني دارون. دروني دارون ما فيهوش ايدين مايتي، بس ظهرت له مشاكل اخرى زي ما شرحنا بالتفصيل من شويه. اولا بيعمل حاجات بيرمننت وحاجات تعتبر ريفرسابل، لو وقفت الدواء ممكن يحصل ريفرسال للايفكت دوت. الحاجات البيرمننت اللي هي ايه؟ بالموناري فايبروزز، النيورولوجيك توكسيسيتي، والكورنيال ديبوزيتس. دي وانس ان هي حصلت خلاص كده لازم توقف الدواء فورا، واعرف ان هي مش ريفرسابل، خلاص حصلت ومش مش هيقدر ان احنا نعالجها. يعني بالنسبه للهايبر ثايرويديزم والهايبو لا تقدر تعالجها، فوتوسنسيتيفيتي برضو تقدر تمانج، البلو جراي سكين، تروسادو بوا، الهارت بلوك، الهايبوتنشن، الفليبايتس. الفليبايتس والهايبوتنشن بيحصلوا في الاي في فورميوليشن بس. لازم توقف الدواء لو حصل اي من السايد افكتس اللي قلنا عليها دي، سواء ريفرسابل ولا نون ريفرسابل مش فارق معاك، انت هتوقف الدواء وانس ان السايد افكتس دي حصلت. الدواء زي ما قلنا الهاف لايف بتاعته كبيره جدا، بياخد حوالي 58 يوم، يعني افريج 60 يوم مثلا. عشان كده علشان السايد افكت دوت يحصل له ريزولف لازم على الاقل 6 شهور. دي طبعا يعني تعتبر درو باك كبيره جدا في الاميودارون. كونترا انديكيتد في الايدين هايبر سنسيتيفيتي في عيانين الهايبر ثايرويديزم، لان هو ممكن يدخلهم في ثايروتوكسيكوزز، زائد في الثيرد ديجري اي في بلوك ممنوع تماما. تمام. الدراج انتر اكشنز بي انتر اكت مع ايه؟ مع اي دواء طبعا بيحصل له ميتابوليزم بالسيب 3A4 زي الوارفرين، الديجوكسين، السيمفاستاتين. السيمفاستاتين دي بتيجي في الامتحان بيقول لك ان الماكسيمم الاود دوز من السيمفاستاتين مع الاميودارون هي ال 20، والافضل على فكره مع الاميودارون انت تستخدم الاطور، لان الاطور مودريت سيب سبستريت غير السيمفا. السيمفا هاي، وعشان كده الاطور مفضل ان هو يتاخد مع الاميدارون احسن من السينفا. والسينفا لو اتاخد ماكسيمم دوز بتاعه المسموحه 20. تمام. زائد طبعا الفينيتوين، لان بيحصل له ميتابوليزم بالسيب 3A4. الانديكيشنز بتاعت الاميدارون بيستخدم في كله بقى، بالسلز، في تاك، اي في كونفرجن، اي في مينتيننس، في تي كونفرجن، في تي مينتيننس، كل حاجه. تمام. المهم بقى المونيتورنج بتاعه برضو، لازم تعمل مونيتورنج الايه؟ الليفر فانكشن تيست تعملها بيز لاين كل 6 شهور، ثايرويد فانكشن تيست تعمل بيز لاين كل 6 شهور، لازم يعمل تشيست راديوجرافي بيز لاين وانيوالي. على فكره الكلام ده بيجي في الامتحان وانتوا هتشوفوا عليه اسئله برضو. بالمونري فانكشن تيست برضو بتتعمل بيز لاين، ولو حصل اي ان اكسبلايند ديزنيا او تشيست راديوجرافيك ابنورماليتي لازم هوقف لو حصل بالمونري فايبروزز، لان هي بتكون ايريفيرسيبل. اوفثالميك اكزامينشن عشان الكورنيال ديبوزيتس ايريفيرسيبل، هوقف لو حصل اوبتيك نيورايتس. طبعا السكين توكسيسيتي زي البلو سكين سيندروم او السان بيرن لازم اعمل لها مونيتورنج كويس. والنيورولوجيك ديسفانكشن همونيتور على النيوروباثي، لانه بيعمل نيوروباثي. كده خلصنا الاميودارون، كده خلصنا الادويه تقريبا. خلينا بقى ندخل في الجد واللي بتقوله الجايد لاينز. اولا هناخد البرادي كارديا، بعديها هناخد التاكي كارديا، بعدين هناخد الاي اف، وهنختم بالاي سي ال اس. اولا البرادي كارديا مش بعالجها، خلينا نتفق ان انا مش بعالجها الا لو كانت سيمتوماتيك، يعني لقيت ان العيان مثلا عنده هايبوتنشن، اولترد مينتال ستاتس، عنده اي ساينز اوف شوك او اسكيميك شست ديسكمفورت، او حصل له اكيوت هارت فيلير، يعني جاب لك ان في سيمتومز من البرادي كارديا دي
في شكل اي حاجه. يعني الالترد منتال ستاتس نتيجه ان البرفيوجن مش واصل للبرين كويس، حصل شوك نتيجه ان الهارت ريت قليل فالقلب مش قادر يوصل الدم لجميع اعضاء الجسم، مينلي اعراضها بتكون نتيجه الهايبوتنشن والهايبوبرفيوجن. تمام، لو لقيت اعراض كده ابتدي عالج. هندي ايه؟ هندي اتروبين، بس الماكسيمم دوز من الاتروبين ان انت توصل ل 3 مللي جرام. لو حصل انت وصلت ل 3 مللي جرام ولسه مكمله معاك سيمتوماتيك براديكارديا، ساعتها هتركب بيس ميكر بشكل تمبرري او هتمشي العيان على دوبامين انفيوجن او ايبينفرين انفيوجن. تمام، ندخل بقى على السيمتوماتيك تاكي كارديا. والسيمتوماتيك تاكي كارديا التقسيمه دي لازم تعرفها كويس جدا، لان دي بقى الجدول ده هو اللي بيسال عنه في الامتحان، والجدول ملخص ان هو بشكل منظم جدا بحيث ان انت تفتكر بسهوله الكلام مترتب ازاي. اولا العيان عنده سيمتوماتيك تاكي. الاول احنا كنا بنتكلم في سيمتوماتيك برادي وعرفنا قصتها، اتروبين لو فشل هتدي دوبامين او ايبينفرين او تركب له تمبروري بيس ميكر. طيب لو تاكي كارديا هنقسمها بقى، لو العيان هيموديناميكال ستيبل، لو هو انستيبل. انستيبل مريحك تماما، لو عنده سيمتوماتيك تاكي وانستيبل هتعمل على طول كارديو فيرجن يعني كهربا. تمام كده انت مش محتاج تفكر لو جابلك ان هو انستيبل. لو جابلك بقى ستيبل هتبتدي بقى تفكر هو نارو كومبلكس ولا وايت كومبلكس. النارو كومبلكس ده مينلي اتريال بروبلم، اما الوايت كومبلكس مينلي فنتريكولار بروبلم. مينلي يعني 90% من الوقت هتكون فنتريكولار بروبلم، لان فيها نوع تحتيها يعني الوايت كومبلكس دي فيها نوع واحد اسمه اي اف ابيرنسي، وده مش هناخده دلوقتي، هو ده الوحيد اللي يعتبر في الاتريا، لكن معظمها بتكون سببها فنتريكولار. اما النارو كومبلكس 100% اتريال. في منها نوعين، يا اما ريجولار ريزم يا اما ايريجولار ريزم. الريجولار ريزم، الريجولار ريزم دوت معناها ايه؟ معناها ان الريزم ريجولر، يبقى انا مشكلتي ايه؟ ريت. خلاص يبقى انا مشكلتي ريت، يبقى هبتدي فيرست لاين فيجل مانوفر. يعني ايه الفيجل مانوفر دي؟ يعني ايه فيجل مانوفر؟ الفيجل مانوفر دي بيبتدي الفيزيشن يدعك في اوره العيان بحيث ان هو يعمل استيميليشن للفيجل نيرف. الفيجل نيرف دوت هو اللي بيستيميليت الباراسمباثيك نيرف سيستم ان هو يقلل الهارت ريت عند العيان ده. لقيت ان حركه الفيجل مانوفر دي ما جابتش تاثير وما قللتش الهارت ريت، ساعتها بنلجا بقى الفيرست لاين بتاعنا وهو مين؟ الادينوزين. فكره الادينوزين دوت ايه وليه ما تحطش في الادويه اللي فوق دي؟ لان هو مش تابع لاي كاتيجوري منها، هو بيقفل الاي في نود، وعشان كده ما تحطش بقى تبع كاتيجوريز الانتي اريزميكس اللي فوق، لان الميكانيزم بتاعته مختلفه عنهم كلهم. هو بيقلل الهارت ريت عن طريق ان هو بيقفل، بيروح دايركت على الاي في نود ويقفلها. تمام، بيتاخد في شكل اي في شوت، بعد كده بتمشي بسلاين فلاش بعده. الفكره ان الادينوزين دوت بيقفل الاي في نود بشكل دايركت، وعشان كده بيقلل الهارت ريت، وعشان كده بيعمل حاجتين اساسيتين غير مرغوب فيهم. اول حاجه ان هو بيعمل ترانزيانت اسيستولي، يعني الفلات لاين اللي بنشوفه على الاي سي جي الادينوزين بيعمله، بس بتبقى بشكل ترانزيانت، وعشان كده لازم تمونيتور العيان كويس جدا علشان ما يبقاش الموضوع مطول. الفلات لاين دوت. تاني حاجه غير مرغوب فيها بيعملها ان هو فازو دايليتور، وعلشان كده بيعمل حاجه اسمها ستيلينج فينومينا. يعني ايه ستيلينج فينومينا؟ بينقل حته اسكيميا من مكان يوديها مكان تاني، وعشان كده بتلاقي ان هو بيقول لك يوز ويز كوشن في حالات السيفير كاد، لان السيفير كاد ممكن يبقى عيان عنده اسكيميك بلك في مكان ويتنقل نتيجه للستيلينج فينومينا دي لمكان تاني زي مثلا البرين ويعمل له ستروك. عشان كده هيوز ويز كوشن مع السيفير كاد، زائد ان هو بيعمل ترانزيانت اسيستولي فلات لاين، لازم امونيتور الاي سي جي كويس جدا اثناء ما العيان ما بياخد الادينوزين. قدامك اوبشنين، يا اما لقيت الادينوزين حللك المشكله، يا اما معرفش يحلها. لو لقيته حل المشكله هتوقع ان المشكله كانت ايه؟ هتوقع ان المشكله كانت اتريال تاكي كارديا، يا اما باروكسيزمال. باروكسيزمال دي يعني اوف ان نون اوريجين، انا مش عارف الاوريجين بتاعها ايه. باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي، يا اما وولف باركنسون وايت سيندروم. ايه الولف باركنسون وايت سيندروم دوت؟ ده عباره عن اكسسوري باندل موجوده في الهارت، بتبتدي هي بتعمل الامبلس، بتعمل لي باس واي اكسترا كوندكشن في الهارت غير مرغوب فيه. يعني المفروض ان الهارت ليه الكتريسيتي ماشيه بشكل معين، بتيجي من الاس اي نود للاي في نود، تنتقل عن طريق الهس فايبرز، بعد كده تنتقل عن طريق البركنجي فايبرز، وهي المسؤوله عن توصيل الامبلس للتو فنتريكلز والتو اتريا. لقيت ان في اكسسوري باندل زياده بقت تشتغل بشكل جنوني في الهارت، عملت لي مرض اسمه وولف باركنسون وايت سيندروم. ساعتها الولف باركنسون وايت سيندروم دوت مش بيتعالج
باي حاجه غير ان انت تدي اميودارون، عشان لما يجي يقول لك الولف باركنسون وايت في الامتحان مثلا علاجه ايه، اعرف ان هو اميودارون. طيب لو هو باروكسيزمال اللي هي اوف انون اوريجين، يعني باروكسيزمال سوبرافنتريكولار تاكي، واديت الادينوزين وظبط الموضوع بشكل ترانزينت، بعدين لقيت ان الموضوع كونفرت تاني ورجع تاني لنفس المشكله، ساعتها هتمشيه على لونج اكتنج ايجنت يثبت اللي عمله الادينوزين، زي ايه؟ زي الدالتيازيم والفيرابامل. بس الدالتيازيم والفيرابامل ممنوعين منعا باتا في الولف باركنسون وايت سيندروم، فقط في حاله الباروكسيزمال سوبرافنتريكولار تاكي اللي مش مانجد غير بشكل ترانزينت على الادينوزين. تمام، يبقى نفهمها كده من الاول. ده عيان قدامك عنده اتريال فيبريليشن من النوع الستيبل، ده عيان ستيبل مش ان ستيبل، لانه لو ان ستيبل انا كنت هعمله دي سي سي تشوك على طول، انما ده عيان ستيبل نارو كومبلكس ريجولار ريزم. اذا مشكلتي ريت، عملت له الفيجل مانوفر، جربت معاه الادينوزين، الادينوزين جاب نتيجه بشكل ترانزينت بس لسه المشكله قائمه، وهو عنده باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكي، خلاص هكمل ان انا اديله دلتيازم او فيرابامل. اما لو كان وولف باركنسون وايت سيندروم ساعتها مش هينفع معايا غير اميودارون. طب انا ليه جربت معاه الادينوزين من الاول بتاع الولف باركنسون وايت سيندروم؟ لان هو ده السيكونس اللي احنا ماشيين بيه، من بعد الادينوزين اكتشفت ان هو وولف باركنسون وايت سيندروم، ساعتها هتدي له هيمشي على طول على الاميودارون. طيب ايه اللي هيحصل لو انا اديت الادينوزين في باقي الانواع بقى؟ لو انا عايز اتحكم في الهارت ريت بالادينوزين في باقي الانواع، بيقول لك ان هي بتقلب في اف، بيحصل لها دي جنريشن، بدل ما هي كانت اي اف وممكن تكون ريجولر او اير ريجولر او كده، هتقلب معاك بفي اف على طول. وعشان كده الادينوزين مش مفضل غير في الريجولر ريزم نارو كومبلكس او الريجولر ريزم وايت كومبلكس، لازم يكون الريزم ريجولر. لكن لو كان الريجولر ما ينفعش تستخدم الادينوزين، لان هيعمل لك دي جنريشن انتو في اف. خلصنا اول كاتيجوري في النارو كومبلكس. ناخد بقى الريجولر ريزم، بما انه الريجولر ريزم اذا مشكله ريزم ومشكله ريت، يعني العيان ده عنده من الاخر اي اف، لان الاي اف هي الريجولاري الريجولر ريزم، ده تعريفها اصلا. بنعمل كنترول للريت وبنعمل كنترول للريزم، بس الأولوية بتكون للريت لو هو سنه كبير، والأولوية بتكون للريزم لو هو سنه صغير. تمام، الريت كنترول بيتعمل بإيه؟ طبعا زي ما قلنا ان احنا اول 2 كلاسز اللي هي كلاس 1 وكلاس 3 كانوا في الريزم كنترول، كلاس 2 وكلاس 4 في الريت كنترول. اذا هستخدم معايا البيتا بلوكرز او الكالسيوم شانل بلوكرز او الديجوكس. تمام، زائد ان انا بستخدم الانتي كواجيوليشن، لان هو اي اف والاي اف لازم ياخدوا الانتي كواجيوليشن اكوردنج للتشاد فاسك سكور طبعا، خاصه لو هو كان بريزيستنت او بيرمننت اي اف. هناخد انواع الاي اف كمان شويه، بس انا هدي ريت كنترول زي الانتي كواجيوليشن بتاعته. لقيت ان هو مشكله ريزم، ساعتها بعمل دي سي سي او بستخدم الدراجز على حسب لو هو ستيبل ولا لا. لقيت ان هو ان ستيبل بعمل دي سي سي، لقيت ان هو ستيبل اقدر اديله دراجز، خلاص هديله دراجز. وهناخد الجوريزم بالدراجز في الحته دي بالتفصيل لما نشرح الاي اف. نيجي بقى للوايت كومبلكس او الفنتريكولر، او اللي هي موستلي فنتريكولر، اول نوع فيها الريجولر ريزم، بما انه ريجولر يعني مونومورفيك، يعني اقدر استخدم الادينوزين. السكند لاين بتاعي انتي اريزميك دراجز، بروكينامايد سوتالول اميودارون، والسكند لاين بتاع الاميودارون هو الليدوكين. البروكينامايد والسوتالول هيطلعوا من اللعبه لو العيان عنده كيو تي برولونجيشن. البوليمورفيك في تي، بوليمورفيك يعني ما ينفعش معاه الادينوزين. ليه؟ لان الادينوزين هيقلبه لفي اف، ساعتها بشوف الكيو تي، لو الكيو تي معديه ال 500 اذا بشيل اي كوزيتيف دراج زي الهالوبريدول مثلا، ممكن يكون سبب في الكيو تي برولونجيشن دي، او يكون بياخد سيبرو مثلا اي كينولون، او يكون بياخد مثلا انتي ديبريسانس. في ادويه كتير بتسبب الكيو تي برولونجيشن، بوقف الادويه دي، بكوركت الالكترولايتس لان ممكن يكون عنده هايبو ماجنيزيميا او هايبوكاليميا، بديله اي في ماجنيزيوم لان هو دراج اوف تشويس في حالات البوليمورفيك في تي او تروسادو بوا. تمام، الايريجولار ريزم بقى هناخدها في الاي سي ال اس بالتفصيل، فهنسكيب دلوقتي. لو هو ان ستيبل بعمل كارديو فيرجن. خلينا ناخد نوتس على الجدول دوت. اول نوت الامبلانتابل كارديو فيرتر ديفيبريليتور، ده عباره عن جهاز بيتركب للعيانين اللي عندهم في اف او في تي، لان العيانين دول بيكونوا ان ستيبل، ممكن تجيلهم الاتاك وهم في البيت وما يلحقوش يوصلوا المستشفى، وعشان كده بيتركب الجهاز دوت جوه جسمهم. الجهاز ده غالي جدا، بيوصل سعره ل 30 ألف جنيه،
وعشان كده هو الجهاز ده بيعمل كهرباء ذاتيا للقلب بحيث ان هو يعمل لهم الدي سي سي وهم قاعدين في البيت. الفكره ان الجهاز ده لانه غالي ولان امريكا في امريكا يعني الميديكال انشورنس يعتبر على الحكومه، وعشان كده الجايد لاينز لما نزلت قال لك لازم تعمل جود سيلكشن للابروبريت بيشنتس المفروض يتحط لهم الجهاز ده. ما تجيبليش مثلا عيان في اند ستيج كانسر وعنده في تي وركب له الجهاز دوت، لان هو كده يعتبر الجهاز ممكن يقعد في جسمه مثلا 10 سنين وهو ممكن هيعيش سنه واحده بس، فكده هم خسروا الجهاز. عشان كده الجايد لاينز محطوطه على الاساس دوت ان انت لازم تعمل جود سيلكشن للابروبريت بيشنتس اللي يستاهلوا جهاز الامبلانتابل ديفيرتر ديفيبريليتور دوت. اولا احنا بنعمل بيه حاجتين، يا اما برايمري بريفنشن يا اما سكندري بريفنشن من السادن كاردياك ديث. يعني ايه برايمري بريفنشن؟ زي ما اخدنا في اي حته في المنهج، برايمري بريفنشن يعني قبل ما تجيله الاتاك انا هركب له الجهاز دوت عشان ما يحصلوش انديوسابل في تاك. مين اللي المفروض اركب له الجهاز ده من غير ما يكون جاله قبل كده في تاك؟ اولا عيان اللي عنده نون اسكيميك دايليتد كارديومايوباسي، يعني كارديومايوباسي حاصله في الهارت بدون ما يكون سببها اسكيميا، تمام؟ عنده اسكيميك هارت ديزيز من بعد ما جاله مايوكارديال انفاركشن ب 40 يوم. يعني ايه الكلام دوت؟ عيان المايوكارديال انفاركشن من بعد الاتاك وفي خلال 40 يوم من بعد الاتاك بيكون الفتره دي هو المورتاليتي ريت بتاعه عالي جدا، يعني الفتره دي معروفه ان المورتاليتي ريت بيكون عالي جدا، وعشان كده لازم اركب له الامبلانتابل كارديوفيرتر ديفيبريليتور دوت كبرايمري بريفنشن من السادن كاردياك ديث. زائد عيانين الهارت فيلير الريديوسد ايجكشن فراكشن هارت فيلير اللي الليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن عندهم اقل من 35، النيها 2 و3 بياخدوا الاوبتيمال ثيرابي بتاعتهم والسرفايفل بتاعهم متوقع ان هم يعيشوا اكتر من سنه، تمام؟ ده كده البرايمري بريفنشن. طب السكندري بريفنشن، ده عيان جات له الفي تي قبل كده وانا عايز احط له الجهاز دوت عشان احميه وهو في البيت من ان هو يموت نتيجه الاتاك ما تتلحقش بالدي سي سي، الجهاز نفسه هيعمل له الدي سي سي وهو قاعد. مين دول؟ العيان اللي عنده ريكارنت سستيند في تي، العيان اللي عنده نورمال او النير نورمال ليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن بياخد الاوبتيمال ثيرابي بتاعته والسرفايفل ريت بتاعه متوقع ان هو يعيش اكتر من سنه. ما تجيبش عيان وعنده مثلا مرض خطير او اند ستيج كانسر زي ما قلنا وركب له جهاز غالي زي ده في جسمه، تمام؟ كونترا انديكيشن للامبلانتابل كارديوفيرتر ديفيبريليشن برضو نتيجه زي ما قلنا الاسباب ماديه. لو عيان عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن وفي نفس الوقت عنده في تي مش هركب له الجهاز دوت، لان اكيوت مايوكارديال انفاركشن يعتبر مورتاليتي ريت عالي. لو عنده اكيوت في تي بعد ما عمل عمليه كابج دي ميجر سيرجري، بيتركب جرافتات في الهارت بتتاخد من الرجل وتتركب في الهارت، طبعا ميجر سيرجري والمورتاليتي ريت من بعد الكابج بيبقى عالي جدا، ما ينفعش استخدم جهاز غالي زي ده مع العيانين دول. الفي اف اللي سببه اي اف زي ما قلنا الاي اف ممكن يحصل له ديجنريشن تو في اف عادي جدا. لو تيرمينال النس زي ما قلنا عيانين الكانسر مثلا، لو حد عنده سايكاتريك ديس اوردر لانه ممكن اركب له الجهاز من هنا وينتحر من هنا. لو عيان نيها كلاس 4 برضو مش بحط له الجهاز دوت، يعتبر بيتاخد مع الدراجز عادي، يعني عيان ماشي مع الدراجز بتاعته عادي عشان هي اللي هتعمل له ستابيلايزيشن، والجهاز لو حصلت الاتاك بيبتدي يشتغل ويعمل له دي سي سي تشوك بتاعته. لقي ان في ادويه بتستهلك بطاريه الجهاز ده بزياده وفي ادويه بتحسن من اداء البطاريه. الدواء اللي بيحسن من اداء البطاريه هو السوتالول، اما الادويه اللي بتستهلك البطاريه الاميودارون والليدوكين والنيكزيليتين، وده فور ان نون كوز. هم لاحظوا بس الملاحظه دي وكتبوها في الجايد لاينز. هناخد نوت على الريت كنترول. زي ما قلنا الريت كنترول بنعمله بالكالسيوم شانل بلوكرز اللي هو النوع النون داي هيدروبيريدين اللي هو الكارديو اللي بيشتغل على الهارت، وكذلك البيتا بلوكرز. لو العيان عنده هارت فيلير بديله الديجوكسين او الاميودارون، بس في حاله الولف باركنسون وايت سندروم يعني في اكسسوري باس واي موجود في الهارت قلنا الاميودارون بس اللي بينفع في الحاله دي. هناخد نوتس برضو على الريزم كنترول، والنقطه دي نقطه امتحان ركزوا فيها. اولا لو العيان كان انستابل وعنده سيمتوماتيك تاكي كارديا زي ما قلنا بما انه دي هيمودايناميكالي انستابل بعمل كارديو فيرجن مباشره، بس هل هعمل كارديو فيرجن بدون النظر يعني هستخدم كهرباء اعمل له شوك من الكهرباء، ممكن تكون عنده جلطه متكونه فبعمل شوك من الكهرباء يجي له ستروك تطلع الجلطه دي على الدماغ؟ طبعا لازم اتاكد ان العيان ده ما عندوش جلطات. هتاكد ازاي؟ يقول لك ان لو حصل ان هو جاي لي في خلال اول 48 ساعه
من ال AF انا كده متأكد ان مفيش جلطة لحقت تتكون، لكن لو عدت 48 ساعة كده ايه ما بقتش ضامن هل اتكونت ولا لا، ساعتها لازم اديله انتي كواجيوليشن اأمنه بيها. خلاص يبقى بيقولك لو هو unstable والديوريشن كانت اقل من 48 ساعة تدي له حقنة ال IV هبرين وتدخله على طول على ال DCC. تمام. لو هو unstable والديوريشن كانت اكتر من 48 ساعة او كانت unknown ساعتها لأ، لازم بما انه unstable انا هعمل DCC مباشرة. هل حق ان انا امشيه على انتي كواجيوليشن 3 او 4 اسابيع وبعدين اقول له تعالى بعد 4 اسابيع اعمل لك DCC تشوك؟ لا، ده انستابل اصلا. خلاص انا هعمل ايه؟ هعمل TEE او بنقول عليها ترانس اوسوفجيال ايكو. الايكو دوت هيدخل استكشافيا هيشوف فيه ثرومبس ولا لا، ما لقيتش ثرومبس خلاص هديله الهبر حقنه الهبر واعمل له DCC تشك على طول. بعدين خلاص عدى مرحله الخطر همشيه على 4 اسابيع من الانتي كواجيوليشن. طيب لو حصل ولقينا ان هو ستيبل وجاي يعمل الاكتيف، يعني elective DCC مش حاجة emergency DCC، اللي فاتوا دول كانوا emergency وانا بتعامل مع حالة emergency، انما ده عيان stable جايلي stable وعايز يعمل elective DCC، ساعتها هعمل ايه؟ هشوف الديوريشن. لو كانت unknown او اكتر من 48 ساعة لازم امشي العيان ده على anticoagulant من 3 لـ 4 اسابيع قبل ما اقرر ان اعمل له elective DCC. وبعد ما اعمل DCC همشيه على 4 اسابيع من الانتي كواجيوليشن. بالنسبه للانتي كواجيولانس اللي مستخدمه ايه احنا مش هنقولهم دلوقتي، هنقولها لما نشرح الانتي كواجيوليشن ان شاء الله. نيجي للتوبيك اللي بعده هو الاتريال فيبريليشن. والاتريال فيبريليشن طبعا مشكله في الاتريا، بس مينلي بتعمل لي زياده في الفنتريكولار ريت، زائد ان هي بتاثر لي على الفانكشنز بتاعه الفنتريكلز بشكل عام. ولو حصل ان الاي اف تطورت مع العيان ممكن تؤدي ان هو يجي له في تي وفي اف. الاي اف توصيفها ايه في الجدول اللي قلناه فوق دوت؟ هي الريجولر ريزم. لو هعمل ريت كنترول بستخدم بيتا بلوكرز او الكالسيوم شانل بلوكرز او ديجوكسين زي ما قلنا، وبنستخدم الانتي كواجيوليشن بتاعنا لو كانت الاي اف دي بريزيستنت او بيرمننت. يبقى الاي اف دي اولا هي اربع انواع، يا اما باروكزيزمال زي ما قلنا كلمه باروكزيزمال يعني اوف انون اوريجين، بيقول لك ان هي بتكون سبونتينيوس وبيحصل لها سيلف تيرمينيشن في خلال 7 ايام. البريزيستنت بتكمل من بعد السبع ايام. البيرمننت بيقول لك دي ان حاجه تصنيف نظري مش موجود في الارض الواقع. الريكورنت يعني يجيله اكتر من او يساوي 2 ايبيسودز. التصنيفه دي مش فارقه قوي، هي بس عشان تبقى فاهم كلمه باروكزيزمال لما تيجي في الكيس تبقى عارف ان هي كده هيحصل لها سيلف تيرمينيشن في اقل من 7 ايام، اما لما يجيبها لك بريزيستنت اعرف ان هي مكمله من بعد السبع ايام. تمام. الفنتريك احنا قلنا ان الفنتريكل بيتاثر بالاي اف دي بيزيد الريت بتاعه زائد الفانكشنز بتاعته بتزيد، عشان كده لما هعمل ريت كنترول في الاي اف يا اما هعمله بالبيتا بلوكرز يا اما بالنون داي هيدروبايريدين كالسيوم شانل بلوكرز يا اما هعمله بالديجوكس. هناخد بس كده يعني نوتس على الادويه دي يبقى خلصنا الجزء دوت. البيتا بلوكرز المفضل عندي هو السلكتيف بيتا بلوكرز زي البيسوبرولول مثلا. اما لو لجأت ان انا استخدم لابيتالول او كارفيدالول هيبقى هدفي ان انا عايز مور يعني عايز اقلل الضغط زيادة، لان هما ليهم الفا 1 بلوكد اكتيفيتي، وعشان كده بستخدمهم في عيانين الهايبرتنشن يعني يكون مثلا سيفيرلي انكريز في الهايبرتنشن، فهستخدم له حاجة زي لابيتالول او الكارفيدالول عشان ينزلوا لي البلاد بريشر دوت، او لو كان الهارت ريت عالي جدا وعايز انزله. انما لو اوريدي العيان مثلا هايبوتنسيف ما ينفعش استخدم معاه حاجات قويه زي اللابيتالول او الكارفيدالول خالص، لان هما كده هينزلوه الهارت ريت والبلاد بريشر بزياده. زائد لو العيان بياخد كوكين برضو هيكون مفضل ان هو يستخدم اللابيتالول او الكارفيدالول. السوتالول برضو يعتبر من البيتا بلوكرز، هو والبروبافينول مفضلين لان هما يعتبروا هياكت على الريت وعلى الريزم في نفس الوقت. تمام. افكتيف في ان هو يكنترول الاكسرسايز اسوشيتد هارت ريت انكريزز. كلنا لما نعمل اكسرسايز الهارت ريت بيزيد، انما العيان دوت الهارت ريت بيزيد بشكل اب نورمال، وعشان كده البيتا بلوكرز افضل حاجه ان هي تتحكم في الاكسرسايز اسوشيتد هارت ريت، على عكس الديجوكسين ملوش دعوه بالقصه دي. تمام. بحتاج ان العيان يكون هيمو دايناميكال ستيبل عشان ابتدي بيتا بلوكرز، طبعا معلومه يعني معروفه. الفيرابامل والدالتيازم يعتبروا افضل من البيتا بلوكرز، بس هافويد لو العيان عنده سيستوليك ديس فانكشن زي ما شرحنا في الهارت فيلير بالظبط.
بريفيرد على البيتا بلوكرز لان هم يعتبروا اقدر استخدمهم في عينين الازمه والسيفير سي او بي دي افضل من البيتا بلوكرز، لان البيتا بلوكرز بيعملوا ديزنيا وبيسوقوا سي او بي دي والازمه، خاصه لو هم كانوا اكتف ازمه او جاب لك في الكيس اكتف سي او بي دي، هتستبعد البيتا بلوكرز وتستخدم الكالسيوم شانل بلوكرز انستد. تمام. برضه بتتحكم في الاكسرسايز اسوشيتد هارت ريت زي البيتا بلوكرز، انما الديزوكسين ملوش دعوه بالقصه دي. هافويد الدالتيازيم والفرابامل في الولف باركنسون وايت سيندروم، وهافويد اي حاجه باستثناء الاميودارون في الولف باركنسون وايت سيندروم. الديزوكسين افكتيف لو العيان عنده هارت فيلر واي اف في نفس الوقت، بيكون طبعا هو البيست تشويس. ممكن استخدم اميودارون، بس الاميودارون مينلي ريزم كنترول، بيتحكم في الريت برضو، بس الديزوكسين مور كنترول على الريت. تمام. كان بي انكلودد في الريجيمين اللي العيان فيه عنده هارت فيلر واي اف زي ما قلنا. افكتيف لو انت عايز هارت ريت كنترول يعني كاد اون يعني مع البيتا بلوكر او مع الدالتيازيم او مع الفرابامل، هيبقى اد اون كويس جدا معاهم. زي ما قلنا الريت كنترول والريزم كنترول الاولويه لمين؟ لقيوا ان الريت كنترول بتكون الاولويه لكبار السن، اما الريزم كنترول بتكون الاولويه لصغار السن. الكلام ده ليه؟ لان لو الريزم فضل فتره طويله وهو ان كنترولد عند عيان صغير في السن، هيبتدي يعمل له ستراكشرال تشينجز في الهارت، ويبتدي مع الوقت يقلب في اف، وعشان كده لازم اعمل له كنترول على الريزم. اما كبار السن فهدفي ان انا اقلل الاعراض، فبتحكم لهم في الريت، اما الريزم مش بهتم بيه زي الريت، لاني لو اهتميت بالريزم هعرضهم لسايد افكتس من الادويه بالزياده، عشان انا عايز اعمل لهم كنترول زياده، وهم مش هممهم بس غير السيمتومز اللي عندهم ان هي تقل. تمام. اخر الجوريزم دوت بس بيلخص لك هتختار الانتي اريزمكس على اي اساس. اول حاجه لو في ستراكشرال هارت ديزيز، بتشوف العيان دوت هارت فيلير ولا كاد. لقيت ان هو هارت فيلير، مش قدامك غير الاميودارون والدوفيتيلايد. طبعا الدوفيتيلايد عرفنا وحفظنا الكونترا اندكيشنز بتاعته، علشان لو ما نفعش هستخدم الاميودارون. لقيت ان الاثنين دول ما نفعوش، دايما هتلاقي ان اللاست لاين في الالجوريزم دوت هو الكاثيتر ابليشن. تمام. لو هو كاد هتستخدم دوفيتيلايد او دروني دارون او سوتالول، ما نفعوش، لاست لاين اميودارون، اخر لاين كاسيتر ابليشن. لو مفيش ستراكشرال هارت ديزيز، ساعتها هيكون الاوبشنز قدامك كتير، تستخدم دوفيتيلايد، دروني دارون، فليكيانايد، بروبافينون، سوتالول، اللاين اللي بعده اميودارون، اخر لاين كاسيتر ابليشن. كده خلصنا الاريزميا بكل حاجه فيها.